المقلوبة الله سجلنا هاي بالمقلوبة الله مو بس أول خطوة احنا ايش قاعد نشتغل ستراكتشر هذا تحديد الستراكتشر اوكي احنا ايش قلنا اكو خطوات ستاندر هسه ايش راح نتناول احنا عليكم السلام ايش راح نتناول هسه راح نتناول ال الوندي تمام هسه الوندي من شي نتناوله الشي يحتاج يا نوع إليمنت حتى نحدد الإليمنت إليمنت تايب آد إيش راح نختار بي راح اختار الحالة الأبسط اللي هي 2 نود 188 ها بيها هاي الرقم ترقيمات هو مرقمه بس هو اساسا تنتبهون هي 2 نود الاليمنت مالته متكونه من 2 نود اكو شغلات راح احكيها لانه هنا الاخ طالب بكالوريوس بعدك ما ماخذها احنا بالفاينايت اليمنت اول فكره مالتنا انه الاليمنت تتكون من 2 مود نود اي جي حتى شو نسوي بعدين نسوي الشيب فانكشن ما شيب فانكشن فلذلك احنا اختارينا 2 نود لان هي الستاندر اللي هي سحولها البيسك وندي اول اليمنت هذا فقلنا له اوكي دخلت الاليمنت مالتنا وراها الخطوه اللي بعدها هاي الخطوه الاولى الخطوه الثانيه راح نحدد الماتيريال بروبرتيز ماتيريال بروبرتيز ماتيريال مودلز شريداني اريد باوع انتبه هنا عندي من اجل اللينير الاستيك اكو ايزوتروبيك اورثوتروبيك ان ايزوتروبيك هذني جماعه الماستر كلها تعرفوها لكنه حتى يوضح اكثر اللي هي الخواص لها علاقه بالاتجاه وبالتالي لازم ندخل خاص احنا هسه راح نعتبرها ايزوتروبيك ليش ايزوتروبيك لانه اساسا الفايبريشن يشتغل بالالاستيك ريجن ما ممكن فايبريشن يشتغل بالبلاستيك ريجن من صار بلاستيك ريجن ما صار تشوه فلذلك هو لانه فايبريشن فبالالاستيك ريجن راح ندخل قلنا 207 اي اس 9 او 6 اتفقنا 206 206 اي اس 9 و 0.3 سوي دخلا الخاصيتين الاولى اللي هي الموديولس اوف الاستيسيتي وشنو وياها نسبه التوازن ليش لانه هن هاي العلاقه بالتشوهات والسترين وراها اوكي شوفوا تغير صار شنو اضافي لينير ايزوتروبيك حدد لك الاي شو احتاج بعد دنسيتي هاي دنسيتي ايش قد المقدار 7800 اقول له اوكي دخلين ثيناتي اذا حققت النقطه الثانيه اللي هي دخلت الخواص نجي للنقطة الثالثة احنا من حددنا الاليمنت وقلنا 2D لازم نحدد الكروس سكشن اريا لانه فهذا وين نلقى الجاب سكشن انا ايش خدت يا اليمنت بيم هنا راح يعطيني شنو الابعاد مالتي بي ايش قد 0.02 ايش قد الاتش اكو شيء بعد نريد ندخله ما عندنا مشكله قول له اوكي هنا انا ايش دخلت هسه حتى دخلت كل الثوابت مثل بروبرتيز كروس سكشن اري هذا الثوابت نجي هسه الخطوه اللي بعدها الموديل مالتي شنو راح نرسم الموديل حتى نرسم الموديل نروح لوين الموديلينج كرييت سؤال هسه هذا الموديل هو راح يصير عباره عن شنو عباره عن خط مستقيم صح لو لا هذا الخط المستقيم ايش قد طوله اريد احداثيات النقطه هاي احداثيات النقطه هاي ممكن نقول هاي احداثيات هالنقطه 0 0 لان هاي ايش قد راح يصير
صح؟ اذا كم نقطة عندي؟ النقطة هي كي بوينت. فأقول لك كي بوينت ان اكتف سي اس كوردينيت سيستم. شو اقول له؟ اقول له النود الاولى، عليكم السلام، النود رقمها ايش قد؟ او الكي بوينت رقمها ايش قد؟ 1. شنو احداثياتها؟ 0 0. راح تقول لي شنو هاي الثالثه؟ اقول لك هو دا يقول لي اكس واي زد، انا راح ارسمه كمستوي لو ايزو. نريد نرسمه ايزو، راح نقول له 0. احنا راح نرسمه بالمستوي، يعني خط مستقيم. تخيل هذا خط مستقيم، هو موجود لازم في بلين واحد. وش البلين مالتي شنو؟ اختارت البلين مالتي اكس واي بلين، ما في مشكله عندي. فلذلك ممكن احط هذا الرقم بالذات 0، وممكن ما احط شيء، اقول له اوكي او ابلاي. صار عندك المفروض طلعت لك اول نقطه هنا، من اجت للنقطه الثانيه شو اللي تغير عندي؟ الصفر صار 1. ايه انتبه لهاي النقطة، انا قلت لك من قلت له ابلاي نفذ، بس بقى الارقام نفسها. خوش، حتى هسه راح اراويك في الشغلة كنسل، من ارجع افتح بس مو كنسل، المفروض نفس الوتر المفروض بمكان ابلاي قلت اوكي، راح يغلق الشاشة، بس من اجي افتحها ايش طلعت؟ طلعت اخر كي بوينت دخلتها اللي هي رقمها ايش قد؟ 1، الاحداثياتها 0 0. لا نفذ، لا لا ما راح اراويك، من دزت له ابلاي او اوكي نفذ. هسه راح اشوف، خلي الرجل الثانيه وهذا صار رقمه 1، راح اقول له اوكي، انتبهوا اللي راح يصير بالشاشه. اوكي طلعت لكم النقطه رقم 2، معناته هنا اكون نقطه رقم 1 بس ما مبينه. اذا صار عندي 1 2. اعيد لا انت داخل غير شكل، هذا انت داخل هذا الورك بينج، احنا نشتغل اي بي دي ال مو هذا. شوف هسه نروح لا بروجرامينج لا شوف ترى بروجرامينج لا لحظة نشوف هذا اول بروجرامينج شوفه تجي للانسز هذا انسز 17 تفتحه راح تلقى اكو انواع مختلفة تاخذ الميكانيكال اي بي دي ار شوفه هسه بدأ يشتغل لأن هذا ما مفتوح سابقا هنا الورك بينج هذا واجهة ثانية للبرنامج احنا ناخذ الميكانيكال اي بي دي ال هو نفس الشيء فاتحين ورك بينج انتو المشكلة اذا ما عندي ماوس ما اقدر اشتغل افتحت اكثر من مرة انسز شوفيها شوفي هذا وين ميكانيكال اي بي دي ال ليش ما طلع؟
مشتاق. هاي كل شيء تقيلة. لأنه 22 أعتقد. 22 ثقيل هو دكتور أحمد؟ 22 ثقيل. 22 ثقيل. 22 22 22 22 22 22 22 22 ما هسه هذا انفتح هذا انفتح هسه ماكو مشكله شوف هسه هسه ستراكشر اوكي بقيه الخطوات نفذيها نفذت بقيه الخطوات اه وضحت ليش هذا بروسيسر ستركتشر اوكي إليمنت تايب اد ثيم 2D اوكي كلوز ماتيريال بروبرتيز ماتيريال ستركتشر لينير إلاستيك ايزوتروبيك في 206 اي اس 9 بوينت 3 هاي الخاصيه خاصيتين الاوليات دنسيتي 7800 اوكي كلوز بعدين موديلينج العفو سكشن بين مجرد هاي ندخلها بوينت او 2 بوينت او 1 اوكي ماشي هسه وراها راح نجي لهنا نسوي عليه تصفيق اذا الانكتيف كوردينيت دخلت الخواص نسيت الجو الامور مالتها بالمتر بروبرتيز هذا وياها هسه لاحظ السي اس شنو كوردين سيستم هاي السيستم مالتك الكوردينيت فاحنا بدينا النقطه الاولى منه هذه النقطه الثانيه منه هذه اذا هذه كي بوينت راح ارسم بيناتهم خط شلون ارسم خط اقول لك كرييت لاين بشكل مستقيم حددت النقطة الأولى لاحظتوا حددت النقطة الثانية قول له أوكي إذا صار هذا هو البي مالتي إذا الدومين مالتي اللي اشتغل بيه شنو هو عبارة عن خط مستقيم هنا سوينا الموديلينج بس لازم ننقل للمن للمش حتى ننقل للمش يجي واحد هسه يريد يعرف الكوردينيت قبل ما ينقل للمش اريد اعرف الكوردينيت مالتي هذه ايش قد واحد يجي متاخر هسه يريد يعرف الكوردينيت شو اسوي له؟ شوف هذا الامر ليست كي بوينت كوردينيت اولي من راح تدوسه راح تطاق احداثيات النقطه مالتك النقطه الاولى صفر 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 راح تقولون احنا ما مدخلين صفر بالزيت قلت لك هو اعتبرها صفر النقطه الثانيه واحد صفر صفر وبالتالي هي بقت بمستوى واحد اللي هو المستوى الاول راح ننقل المن هالدور قلنا للمش سلمش عندي هنا أنا.
طريقتين حتى أعدل أسوي مش بطريقة بسيطة. أقول له مش سايز سمارت مش بيسك أقدر أقول له فاين، أقدر أقول له أي درجة من الخشونة بشكل تصاعدي بكيفي حسب موديل. بعض الأحيان أنت بالفاينات إليمنت أكو فد مناطق ما تحتاج مش ناعم وأكو مناطق تحتاج مش ناعم، فنقدر نسوي هذه واحدة وهذه واحدة. بس إحنا رح نأخذ ناعم، رح نأخذ خشن أول مرة، أقول له أوكي سوى شيء بعد ما سوى شيء، هذا هو حط بباله انه الاوبشن اللي اعطيته اياه هو شنو خشن حتى نسوي مش هذا وياه لاين وتحدد تحدد انتبه للتحديد هنا كليك يمنى تحديد ايه كليك يسار تحديد كليك يمنى راح ينقلب السهم حتى الغي التحديد يمنى اليمنى يقلب السهم واليسرى يحدد. سحددت قلت له اوكي هو باقي خط صح مش مدري نسوي مش نقدر نسوي بلوت إليمنت هم ما اختلف شيء ما بين لان هذا خط وهو خط نسوي بلوت نود كم إليمنت مقسم؟ ثلاث إليمنتات لأن خشن. هسه أقدر أعيد السالفة؟ إيه أقدر أعيد السالفة. شوفوا هسه مش بيسك بدال ما أقول له خشن راح أقول له ناعم. أقول له أوكي. أرجع أعيد المسألة أقول له مش. استنى سؤال تحذير يقول راح نسوي إعادة مش يعني مو مش أصلي إعادة يقول له كلوز عفوا كلوت لاين هذا لاين أوكي ليش ماذا يقبل هذا سوي له كلير بس ما قبل في بقية الحالات دعيق بالعدد كان لاين هذا وياه أقول له إلغي الميش مالتك وأرجع أقول له بلوت لاين رجع لاين كما هو أسوي له ميش هسه من جديد أول مرة غيرنا هذا سوينا له ناعم وقلت له ميش لاين هذا وياه بلوت نود إذن هذا تعياخذ الأربعة ستاندر عدة هل الأربعة وافية بالنسبة إلي لو لا تبع للأبعاد مالته غير وافية ممكن أسوي له شغلة ثانية بالمش شن هي مش طول أقول له نعم راح اسويهن واحده واحده حتى تبين عندكم حددت الاليمنت الاول اقول له اوكي سوي لي ناعم ايه هذا لا يشتغل على شنو لاين هذا مو كامل دكتور احمد هذا الفيرجن مو كامل عندك ايه إيه ماذا يكمل على كل ماكو مشكلة راح أكمل طريقة مشي أخرى غير التنعيم مانيوال إيش راح أسوي أول مرة أسوي بالمش أسوي كلير أرجع البيم كما هو لاين كما هو بلوت لاين هذا كما هو راح أستخدم طريقة أخرى رياضية أنا أسويها أريد أقسم هذا إلى 10 إليمنتات. إيش قد التقسيم الواحدة؟
راح يصير 1/10 وبالتالي 0.1 طول المنت الوحدة. أريد أقسمها 100 أحسب 0.01 طول الإلمنت. فلذلك هنا عندي طريقتين بهاي الطريقة الثانية اللي هو احنا نصح له المانيوال، اقول له لاين، اما اقول له بيكت لاين او اول لاين. بما انه هو هسه خلينا نطبق البيكت على اعتبار هو إلمنت واحد عندنا، اقول له اوكي. شوف يعطيني هنا اوبشنين. الاوبشن الاول ايش قد طول الإلمنت، وهي اقدر اقسم شلون قلنا قبل شويه 1/10. وكو لا، اعطيني عدد التقسيمات اللي تريدها، number of element division. هنا اقدر اقول له بس 10 او اقول له 100 واخليه يقسم. راح اقول له 100 واقول له اوكي. شوفوا صار عندكم هسه هذا من فوق كم تقسيم صار. اقدر اعيد على اخر؟ نعم. شوف هسه أأشر اقول له اوكي، المية سويتها 200 صار. انا عامله ما صار بيك لاين أأشر راح اعطيه 100 لسبب ما الي بالنسبه الي اريده باقي سبيس. سوى المش المطلوب. اذا تقسم هذا قسم الخط بعد ما سوى مش. هسه اجي اسوي له مشينج مش لاين هذا قسم لي اياه على التقسيمات اللي حكينا. اذا تقسم هذا الى 100 قسم. اذا هسه سويت الخطوات، دخلت الخواص، دخلت الكروس سكشن اريا، حددت نوع الاليمنت، سويت مش، خطوه وراها باوندر كونديشن. هسه خلينا نجي نفترض انه البيم اللي عندنا هذا هو بيم مثبت، سمبل سبورتد بيم. تمام. فاذا هو سمبل سبورتد بيم شو راح اثبته؟ هنا راح يبدا هسه التحليل مات الفايبريشن. هذا كله هو تهيئه للتحليل. هسه راح نبدا التحليل. شلون نبدا التحليل؟ نبدا من اللود انالايز تايب نيو انالايز. ايش راح نشتغل؟ موديل. اقول له اوكي. هنا عرف هو راح يحسب لي التردد الطبيعي بين، بس شنو البيم؟ بس عرف ابعاده والماتيريال مالته شنو سواه مش. البيم شنو نوعه؟ ما يدري. زين هذا التحليل الفايبريشن، جماعه الفايبريشن يعرفون انه اكو عدد ترددات طبيعيه تبعا لشكل المود مالتي. فلذلك حتى نحدد المود هنا انتبهوا وياي. هاي الصفحه كلش مهمه. شبيه لكل شيء بالانسز محطوط الى خوارزميه خاصه حتحسبها. لكل شيء الى خوارزميه خاصه او اكثر، يعني اكو انواع لاكثر من خوارزميه. هسه هنا نبي اكثر من طريقه للحساب، بس احنا ايش راح نختار؟ سب سبيس. وهنا ايش داعي يطلب منك؟ يطلب منك كم مود تحتاج؟ حقول له 10. وهنا اقول له 10. هنا هو ايش سوى؟ راح يطلع لي 10 قيم للتردد، لان انا قلت له 10. يعطيني 10 قيم بالخوارزميه سب سبيس. هي خوارزميه هو يحسب بها طريقه حساب للتردد للاهتزاز. فقلت له الزلازل انتو تحتاجون النيتشر فريكونسي لو لا؟ هذا سؤال. اذا تحتاج النيتشر فريكونسي تستخدمين السب سبيس. عاده بالزلازل
انا مشتغل شغل على الزلازل. بالزلازل اساسا هي الاهتزاز اللي يجيك هو فورست مو فري، بس انت شو تسوين حتى تشتغلين؟ راح تشتغلين فري حتى تعرفين التردد الطبيعي للبنايه مالتك، وبعد ذلك تشوفين القوه المسلطه ايش راح تولد لك كاستجابه. الزلزال اساسا يعتبر راندوم، ما معروف شو شكل الموجه مالته، واذا يطوها شكل فيطوها تقريبي. هاي الصفحه اللي وراها ما تغيرون بها شيء، نقول له اوكي. اذا حددت له انا اريد موديل، اريد 10 ترددات بالخوارزميه سب سبيس. نلجا هسه كنا اقول لك ترى سمبل سبورت، هو شلون اقول له سمبل سبورت؟ هنا نقطه جدا مهمه، ديفايند لود، شلون نمثل السمبل سبورت؟ لو تذكرون بالرياكشن مالت الستاتيك السمبل سبورت شو يقول لك؟ يقول لك هذا من يتمثل هو اساسا من يلقى واحد هيك، يلقى واحد هيك وواحد هيك، صح؟ لو نجي نمثله هذا راح يكون هنا هذا الرياكشن وهذا الرياكشن، صح؟ من اكو رياكشن معناته هنا نعدي الازاحة بالاتجاه واي صفر والازاحة بالاتجاه اكس صفر، لان شلون يطلع رياكشن اذا انا ما مثبت؟ وهنا اكو بس هاي، صح لو لا؟ هذا ار واي 2 اذا او 1 نسميه، اذا هنا ايضا يو واي ويو اكس، ما محدد شيء لان هذا يتحرك المفروض حتى يصير سمبل سبورت. شلون نمثل هذا الشيء؟ او قبل ما نمثله يوزد شنو؟ لا احنا ما دعنا نتناولها فاتركها ما اسويها. ولذلك من نيجي نسوي سمبل سبورت الافضل بما انه هي ما موجوده عندي حركه، اذا يعتبر كانما بالذات كله مثبت، فاخذ نفس النقطه تثبيت. هسه لو اجي اثبت راح اقول ابلاي، احنا ايش قاعد نشتغل؟ ستراكشر. من قلت يو هو عباره عن شنو؟ ديسبليسمنت. انا وين راح اثبت؟ اثبت على النقطه هذه، هل هي نود؟ هل هي كي بوينت؟ هل هي اريا؟ هي كي بوينت وهي ايضا نود حسب تقسيمنا، هي ايضا نود، فراح اقول له اون نود احدد النقطه هذه. لا انا حددت له نود واحده بس الباوندر كونديشن، قلت له اوكي. شو اتفقنا هسه هاي النقطه ايش فيها؟ يو اكس يو واي يو زد صفر، بس اكتبها هيك وهي ما حط رقم هنا معناته صفر، ما بي روتيشن سيبل سبورت، روتيشن يبين بالكلام ما بي روتيشن، فلذلك ما اعطي قيمه. راح اقول اوكي. بعدك ما سويتش. اي قسمت بس ما سويت مش. لا لا اوكي ما كنتش. اي طبعا 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 طبعا. وانت ما سويت مش اساسا هنا. شوف هسه هذا مشينج، انت قسمت تمام؟ كلش اوكي ما كنت نسوي له هذا الامر. عفوا. لاين هذا اوكي هذا ماشي تمام هذا خلص مش شو ما عندك لاين انت ها هذا ماكو لاين عندك ليست لا. دكتور سويت ريبلوت بالغلط،
حتى الشغل مالته. ما لا 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 لاينها هي هذا بس مفروض بالماشينج موجود ما قاعد يخلعهم اصلا. خش لو عليه بس نسوي ما يلي ميشينج كلير لاين بيك موديلينج ديليت لاين انجلو. لا خلينا نلبس لاين بيك اول لوت لاين خوش لوت كي بوينت جيت كريت لاين سكريت هذا كمل روح ماشين تنقص تنقص ما دا يتقبلها هذه شغل دكتور. لا لا ما له علاقه حتى هسان الشغل قد الشغل كله هسان بالمناسبه لوت اير ماكو لوت ولو اكو بي مشكله هذا افتحها اذا اكو 21 افتحها شوف ال 21 هذا اكو لا هذا هذا اللي اشتغله بالطريقه انت رسمت هسه الخط لوت لاين ما رسم زين قبل ما تسوي مش رسم تسوي موديلنج كرييت نكتب واحد ندخل هنا صفر صفر بالابلاي صار اثنين اثنين ما تكتب ما نحتاجه هي واحد احنا عندنا نشتغل اكس واي بلين بس صار خطوتين هذني وراها راح اجي اقول له كرييت لاين نكتب ستريت لاين هذا واحد هذا اثنين اقول له اوكي خوش اجي اقول له بعد ورا كرييت اوبر العفو مشينج اللي محتاج ضفتها هاي تكون نظيفه هذه بالبدايه لا ضايفها ضايفها الخواص دخلناها انا وياكم هذا السكشن دخلته دخلناه سكشن دخلناه سكشن ايه خوش هسه نجي مباشره للمش مش سمارت مش مانيوال لاين بيكت لاين حدد هاي نقول له 200 او 100 سويناها نقول له اوكي قسم لك اياها بعدين نسوي له مش لاين هذا كمل المفروض هسه المش هسه نبدا بهاي التثبيت ليش؟ لا هاي خافات هالشيء اخر هذا لازم تسدي يلا يشتغل الاساس اه جيش ما طبختي ها زينب طبختي هسه حتى نثبت بالطرف الثاني ايش راح نقول له اون نود حددنا النقطه الثانيه نقول له اوكي هالمره ايش راح نقول له نقول له الزت محطوطه بس الاكس ماكو ما حددها فصار بس نحدد اليو واي واليو اليو زت راح اقول له اوكي وين ظهرت العلامات بالاخير اذن هنا صار عد التثبيت كمل اكو بعد شيء نقدر كباوندر كونديشن لا باوندر كونديشن بالفايبريشن
بس التثبيت لا اكثر ولا اقل، لا اكثر ولا اقل. هسه اريد نحل، شلون نحل؟ سوليوشن سولف كرنت ال اس. اوكي خلص الحل بكل بساطة، سوليوشن سولف كرنت ال اس. خلاص هسه اقول لك كلوز. وين النتائج؟ حتى نجي للنتائج جنرال بوست بروسيس، اول نتيجه تطلع عاد اشوف الترددات اقول له ريزلت سمري. طلع لك، طلع لك تردد صفر صح؟ التردد الثاني شنو هذا بالصفر؟ يعني رأسا هو باهتزاز. هذا سببه هنا بالبيم بالون دي لازم هذا هنا نقول له ايضا يو اكس صفر. هو هذا التمثيل الحقيقي اللي احنا ندرسه بالنظري، لكن لانه الاليمنت مال في خط لازم نذكر الاكس، لازم نذكر الاكس، لانه ايش معناته هذا ابو الصفر؟ شنو معناته؟ البي ممكن يتحرك هيك، وهذا حركته هيك جماعه الفاينات ايمنت، معناته صار حركه بار، اذا هو فايبريشن بار لان قاعد يتحرك اكسيال، فلذلك لازم نقيده حتى يشتغل. هذا وين هسه دعم نحكي بالبيم؟ لذلك شوف هسه هذه الصورة عندكم، هسه راح أغير شوف إيش راح يصير. طبعا اللود ممكن ندخله منا من البري بروسيسر، ممكن ندخله منا من السليوشي. أجي أقول له أون نود، أأشر له هذه، أقول له أوكي، شو أضيف له؟ أضيف له إكس حتى يصير هذا الإكس. بين هسه أرجع أسوي سولف من أول، سولف كرنت ال اس. اوكي خلاص الحل. بقى صفر. ليش؟ هنا هاي نقطة تنتبه بالتحليل، بس احنا هسه ثبتنا منا ومنا حتى نفتهم هذا ابو شكل التردد. طبعا هذا اكو شيء دي مشكلة، على كل ماشي. بس حتى نكمل استعراض النتائج، انا شو اريد اشوف؟ اريد اشوف الاهتزاز صح لو لا؟ راح اجي اقول له جنرال، احنا قلنا طلعنا هذه الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه اجيت اقول له ريد ريزلت. احنا مو طلعنا 10 ترددات، اخذ باي بيك احدد التردد اللي اريده، سوي له ريد. ثاني خرجت تردد ثاني كلوز، نقول له بلوت كونتور نودل سوليوشن. شو اريد؟ يا نوع من الازاحه. راح اقول له اريد الازاحه بالواي، لان شوف الازاحات هنا شنو؟ ديكري اوف فريدم، ديكري اوف فريدم الحركات عندي اكس واي زد والروتيشن. ايش عندي؟ عندي اكس كومبوننت ديسبليسمنت، عندي واي، عندي زد، عندي الصم مالتهم. بعدين ايش عندي؟ عندي اكس كومبوننت بس روتيشن يعني ثيتا، وبعدين اجت ثيتا اكس، ثيتا واي، ثيتا زد وروتيشن الفكتور. اذا انا راح اخذ بس الواي كومبوننت واقول له ارسم لي اياه. اكو تردد؟ اكو اهتزاز؟ ماكو. لكن لو اجي ابدا اشوفه شوف هذا الامر شوي يفيدكم بالرسومات. ايزو اكو حركه، خل اسوي توب.
اذا هذا البيم هسه داي يهتز هيك شيء داي يهتز هيك هذا كله هذا كله بس بالتوب يبين هذا شكله بالفرونت بين خط ليش لانه داي يهتز هيك ما داي يهتز هيك فلذلك من طيت الوال ما طلع لي اي قيمه شوف لو اغير هسه القيمه واقول له الطين الزيت طلع اكو قيم شوف البارد جوا الالوان اكو ديفلكشن شوف هسه من اجي اسوي له توب زين شلون راح يهتز بس حتى نشوف الاهتزاز مالته شو نسوي بلوت انيميت مود شيب شريد اريد يو احنا شو اتفقنا هسه مو واي يو زد اريدها بين الاهتزاز ده ما بين هذا اصغر شويه السرعه مالته او اكبر السرعه مالته حتى هذا الديلي يعني فتره التاخير اهتزاز واضح صح لو لا خل ارجع اني اقول له من انا فرونت راح يبين الاهتزاز عندنا لو ما يبين ما يبين شيء عندك بس شوف تغيير الالوان هذا شو يعطيك يعطيك انه هو من يهتز بهالشكل وش انت ما داعي تشوفه ليش لان انت تطبعه من هنا فتلقاه خط داعي يتحرك فتغير الالوان داعي يعطيك انطباع شنو التغير مالته خلينا نجي نقرا الترد الثاني شلون نقرا الترد الثاني ريد ريزلت باي بيك خدت التردد الورا سويت له ريد كلوز فلوت نودل ايضا زد هذا ايش طلع لي طلع يختلف اذا لازم ما اقرا زد لازم اقرا منه واي وش اذا هسه دا يبين عندي مره الاهتزاز هالشكل مره الاهتزاز بهالشكل هو نفس البيم صح لو لا هذا جاي من جراء شنو من جراء التثبيتات مالتك طريقه التثبيت هي تعطيك هذا الانطباع خوش راح اسوي سالفه هسه انتبهوا لي رحت للود طبعا سويت بلوت لاين او بلوت اليمنت نفس الشيء اجيت اذا اثبت راح اثبت بطريقه تختلف اقول له هاي وهاي هذا تسوي هسه اوكي ثبت لي اياها اكس واي زد ماشي واسوي سوليوشن لا لا الفيكس شنو فرقه فيكست فرقه اول ديفورميشن صفر هذا مو اول ديفورميشن صفر نفس القيم هنا انتبهوا لي ليش عدت هذا السالفه حتى اقول لك ترى ممكن اثبت نود واحده كي بوينت واحده او ممكن اثبت اثنين سويه في ان واحد يختلف بالحل لا اطلاقا ما يثبت صار معلوم فهذني هسه من طلع المودات مالتي هو المود الاول بالاتجاه زد المود الاول باتجاه واي بعد بس اكو فرق بالقيمه مالتهن مع العلم هو المفروض يهتز نفس الشيء ليش اكو فرق بالقيمه مالتهن فرق بالقيمه مالتهن لان الكروس سكشن اريا مالتها شبيهة مختلفه حتى اراويكم لو صار المساويات وين اروح؟ شوف انا قاعد اقصد اغير هنا
حتى اقول لك ترى التغيير ممكن يصير بسيط وسوي سوليوشن راسه. روح للسكشن للبيم هذا راح اقول له 13.1 صار شنو؟ صار مربع، صار مربع. اقول له اوكي شو ارجع؟ ارجع اسوي ماشي واسوي هذا؟ لا راسا مباشره اقول له سوليوشن. يعني شو اختزلت؟ اختزلت الرسم بعد ماكو داعي له، مجرد غيرت واحد من الاوبشنات ورجعت. قلت له اوكي كلوز، شوف ايش راح يطلع لك هسه. شوف التردد الثاني والثالث ايش قد قيمته، الرابع والخامس ليش تساوي؟ لان التردد بهالمستوى نفس التردد بهالمستوى، نفس الشيء صح لو لا؟ ماكو فرق. وبالتالي هنا هاي النتائج راح تعطيك انطباع شنو الصح وشنو الغلط. من ختم تساوي لازم كل اثنين يساوى، عرفت انا الموديل مالتي صح، ما احتاج ارجع اقارن ويا غير بحوث. ايش هذا تردد؟ شنو وحداته؟ وحداته هيرتز. تردد وحداته هيرتز. بعض الاحيان احنا بالميكانيك تكتب التردد بوحداته راد بير سكند. شنو الفرق بيناته؟ فرق بيناته 2 باي. هذا من البقيه وانت ما لك علاقه، انه رقم التردد ايش قد؟ رقم التردد. اذا هذا هسه النموذج الاول. راح اسوي تغييرات بعد. راح ارجع اول مره لهذا، او خلينا هنا هسه بعدنا راح اغير نوع التثبيت. اريد اسويه كانت ليفر اللي هو كلامب فري او فيكست فري. شو اسوي انا عندي هسه هذا؟ اقدر اغير على هذا، راح امسح الباوندر كونديشن. شلون امسحها؟ يا اما من السوليوشن يا اما بالبروسيس كيفك، لان الثلاثه به لود لود موك ابلاي اكو ديليت. شو راح اسوي ديليت لمن؟ للديسبليسمنت. وين مسلطها؟ على النود. انا ليش اروح احدد؟ انا اقدر اروح احددهن بس اقول له بيك اول، يقول لي كلهن، امسح كل شكو انت مثبت؟ اقول له اي كلهم. ماكو داعي هنا لسه اسرع لك. ها مو الكلامب او الفيكست هي اول ديفورميشن يساوي صفر. حتى الروتيشن. هسه لا اجي ابدا اثبت ارجع نفس الشيء ابلاي نود عفوا نود راح احدد هذه اقولها اوكي. شو اقول له بعد ما احدد هذا؟ قبل اقول له هذا وياه. صار شنو؟ اوكي شوف التثبيت اختلف. من اجي هسه اسوي سولف، احتاج بعد اسوي مش وما مش اطلاقا على ذنيش القديمه، خلص الحل. شلون طلع النتائج؟ نفس الطريقة ريزلت. سهنا شكو طلعا كل اثنين من الشبهات صح؟ اي لا مو لانه اول واحدة صفر فالاخرة اختلفت. هنا هسه تناظرا لانه انا ماخذ 10 فلذلك واحدة منها غلط أو الصفر، فصار صار طلعت عندك 8 وواحدة من التاسعة بس. فلذلك أنا مزحها في الكيف، يعني شلون كأنما طالعة 8.3 52 على اعتبار الأولى صفر، فلذلك يصير مزحها. فطلع عنها ذني هسه من نشوف كل اثنين مساويات إذا حلنا صحيح. زين أرد أزود هذا أخذ أكثر من 10
شو غير؟ ارجع لي وين؟ سوليوشن انالايز تايب انالايز اوبشن. هاي العشرة خلي احطها 20 وهذه 20. اوكي اوكي شو اسوي له؟ غير. فالمفروض هسه من اطلع النتائج ايش يطلع لي؟ تمام. هسه لو اريد اجي اقرا اي تردد اخر غير هذني باي بيك، اختاروا لي اي رقم كيفكم. 12 هاي 12 ريد كلوز. خل اشوف البلوت ريزلت مالته شنو. خذته بالواي. هذا شكل الاهتزاز مالتي. اعطيه حركه هذا وياه. شو اقول له؟ بالواي. هذا الاهتزاز اللي دا يصير. طبعا احنا بالميكانيك هذا الاهتزاز ما مقبول، ما نوصل له، صح لو لا؟ ما نوصل له الاهتزاز. لكن هو ممكن، هاي واحدة من القيم. خوش. سأكو امر اخر. انت دا تشوفون هذا يتحرك هسه من حركناه، شفتوه يصعد وينزل. أريد أطلع أي نقطة بي شلون بعد تتحرك ويا الزمن. هذه دع حركة ويا الأكس. الأكس شلون بعد تتحرك خلال الاهتزاز. أريد أشوفها ويا الزمن شلون تتحرك. شو نسوي لها؟ أو عيفوا هذا بعدين نسولف. أريد أخذ هاي النتائج أرسمها بالأكس. اخذك ارقام اقدر لو ما اقدر. نسأل تسوي ريد للتردد تريده. فنفرض هذا الاول قريته ليست ريزلت نودل احدد. سأريد يا حركة بالواي لو بالزت. خوش خلينا نقول بالواي. اوكي طلعت القيم مالتي مالت النود. زين انا اريد اعرف كل نقطة ايش قد ابعادها حتى ارسم اكس واي. هذا الاكس هذا رقم النود مو جدد الطول. وانا قسمت الاليمنت مالتي الى نقاط الى اجزاء. اريد اجيب جدد الديفلكشن بهاي النقطه. شلون اجيبها؟ هنا دا يعطيني رقم النود، ما دا يعطيني جدد الاكس مالتها. فهذا ينخزن سيف باي مكان تريده تطي اسمه. وبنفس الوقت انت تقدر تجيب احداثيات كل نود. ليست نود كوردينيت اونلي. طلعت لك احداثيات رقم النود واحداثياته. وهناك ايش عندي؟ رقم النود والازاحه. راح تقدر تطابقهن وتسوي ربط بيناتهم. هاي واحده من الطرق البسيطه لهذا الموضوع. اكو بعد اخراج اخر بس ما اريد ادخل به اكثر. تقدر تاخذ ستاندر بسهوله هنا. يعني هذا من النقطه انا اخذ الملف الاول وانا ادري كل نود النود الاولى الاكس مالتها صفر وانا مقسم على 100 فصار 1 على 100 اعطي زياده بهذا المقدار طلعت لي الاكسات كلها وخلص ما احتاج ادوق نفسي.
بس في بعض الاحيان لا، اصل المساله معقده خاصه بال2 دايمنشن وال3 دايمنشن ما تقدر تحسبها. فلذلك انا بدي اعطي طريقه جنرال. يعني هسه لو اريد اثبت كلامب سيمبل، كلام سيمبل شو غير هنا؟ مجرد بس سوليوشن فايند لود لايت ستراكشر، أأشر على اليمن على النقطة الفري أقول له أوكي، بس بدال أول ديفورميشن أقول له يو إكس يو واي يو زد. هذا تغير لنا الصفحة ولا ما تغير؟ انضاف، هاي عملية إضافة صارت أيضا بالطريقة نفسها. نسوي سولف ويطلع الاهتزاز مالتنا، طلع التردد مالتنا هذا ايضا متناظر كل اثنين سويه. ليش؟ لان انا بعدني اساسا بالسكشن ماخذ الطول والعرض مساويات، بس يتغير الطول والعرض شو يصير بالمساله؟ تتغير. نشوفها هنا بدا ب 36، نفس الشيء هسه سكشن ب هذا مجرد يصير 0.2 ولا اوكي، ترجع من جديد. لازم ترجع تسوي اي تغيير، لازم ترجع تسوي صوب. اكو مشابهات اطلاقا؟ ليش؟ هذه النقطة بالسيميوليشن نبحث عنها، نصيح لها سيمتري، تناظر. التناظر يعطيك طريقة حتى تثبت موديلك صح، نتائجك صح لو غلط، وبالمحصلة موديلك صح لو غلط. ما طول صار الكروس سكشن اريا سيمتري، اذا لازم يطلع الاهتزاز بالواي هو نفس الاهتزاز بالزد. ترى صدق شو وقت يصير انسيمتري؟ يا اما بعد وطول اختلفن، يا اما مركز الكروس سكشن اريا مالتك اختلف. تقول لي اذا اكس واي هنا مساويات، الطول والعرض مساويات، شلون السنتر مالتك اختلف؟ ممكن السنتر مالتك يختلف على اعتبار نقطة التثبيت مو بنيوترال، صاعدة فوق نازلة جوا بكيفه. يعني حتى اوضح المسافة باو عليه هسه، هذا اذا انا لازمه من النص اذا الكروس سكشن متناظر راح يصير اهتزاز بهالشكل وبهالشكل نفس الشيء، لكن اذا لازمه منه انا ما لازمه بنيوترال، وبالتالي ما راح تلقى تناظر. ممكن هذا يفتر هيك صح؟ فلذلك راح يتغير تبعا لنقطتين، مو بس الدايمنشن. دايمنشن اولا، ثانيا نيوترال اكسس مالتي وينه؟ يعني هو كلش مهم الي. ونقطة أخرى قد يكون هذين الثلاثة الثابتات، بس توزيع الكتلة بالكروس سكشن اريا مو منتظم. هذه جماعة المدني يشتغلوها. أنا من أجي أريد أسوي بيم كونكريت، ممكن أسوي تسليح فوق أكثر من جوا، ومن صار التسليح أكثر صار الديستريبيوشن ماتيريال يختلف. فهي واحدة من النقاط اللي ممكن يكون السيمتري ما يتحقق، فهذا يساعدكم بالحل مالتكم. أنا تقريبا حكيت كل الأفكار الموجودة، بس أريدكم هسه تنفذون هذا الموديل مالتنا، تمام؟ تنفذوه وتسألون شو يعجبكم لمدة قد بقى هو مفتوح. مفتوح نفذوا وأنا يمكم.